السلام عليكم حبيباتي، اليوم جبت لكم فكرة مليحة ورائعة للأخوات اللي عندهم مشكل في ملاقات الكتف تاع أي فستان. درتها لكم فيديو خاص باش الأخوات اللي يحبوا يحوسوا يشوفوا غير النقطة هذه يتمكنوا منها ويشوفوها. أول حاجة تديروها حبيباتي تجيبوا الخلف تاعكم، هو اللي حيجمع الأمام. تجيبوا الخلف تحطوه بالطريقة هذه، بعد ما تكونوا سجفتوا وسرجيتوا ودرتوا كلش، تجيبوا الخلف تحطوه كيما هكا، وتجيبوا الامام وتحطوا الوجه على الوجه كيما هكا، الوجه على الوجه، اسمه وجه القماش على وجه القماش، وتجيو هنا للكتف باش ديروا ملاقات الكتف الناجحه. تجيبوا كيما راكم تشوفوا بدايه فتح الرقبه بالامام مع بدايه فتح الرقبه بالخلف، هنا كيما راكم تشوفوا تحكموها ليزيبانغ بالطريقة هذه قبل ما تطويو عليها التسجيف أو الطبطين بالطريقة هذه، وتطويو بالشكل هذا، تحكموا الكتفين بهذا الشكل هذا. فيديو خاص مبتدئاتي حبيباتي، يحبوا يشوفوا كل مرحلة وحدها تفصيل الممل او بالشرح الممل. كيما راكم تشوفوا هاني حكمتها، نزيد نروح للجهه الثانيه، هاني حكمتها كيما راكم تشوفوا، نزيدوا نفس الطريقه نطبقوها في الجهه الثانيه هذا للفائده تاعكم. تجيو هنا فتحه الرقبه، نهايه فتحه الرقبه، بدايه فتحه الرقبه عفوا مع بدايه فتحه الرقبه من الخلف، وتحطوها بالشكل هذا باش تحصلوا على النتيجه 100% وناجحة، وتحكموها بهذا الشكل. بعد تحكموا الطبطين وتقلبوه بالطريقة هذه. وتحكموا بليزيبانجل وتروحوا لنهاية الكتف بالشكل هذا، بعد ما تكونوا فصلتوا فصالة ناجحة 100%. تحكموا بليزيبانجل بالطريقة هذه، وباش تروحوا تخيطوا، كي تروحوا تخيطوا تخيطوا الكتفين مره واحده مع بعضهم كيما راكم تشوفوا. راني حكمت دوك، نوريكم كيف نخيطوهم. نجيو لنهايه الكتف عفوا، لبدايه الكتف الاول الطريقه هذه، ونخيطوا دائما نبداو نهزو بيد بيش ونحطو بوان داري. بسم الله بوان داري بالشكل هذا، نخيط الكتفين مرة واحدة لنوصلو لبداية فتحة الرقبة ثاني بوان داري حبيباتي، وتكملو الجهة الثانية بطريقة متواصلة بهذا الشكل. المهم الاخوات اللي عندهم مشكل في ملاقات الكتف يتفرجوا على فيديو هذا ويجيو نتيجة رائعة. بعد ما تفرجوا افتحوا نحيوا لي زيبانجل، نوريكم النتيجة تحصلوا عليها بهذا الشكل. بعد ما تنحيوا لي زيبانجل، بعد ما تقلبوا وتخيطوا الكتفين، نحيوا هذا المثلث باش ما تجيكمش خشينه، تقصوا منه هنا وتقلبوا تلقاو النتيجه الرائعه هذه اللي راكم تشوفوا فيها. من بعد تكملوا الخياطه هكا، سيسير فتحه الرقبه وتحكموا الطبطين. باذن الله تكونوا استوعبتوا عليا الفكره وتحصلتوا على النتيجه الرائعه وعلى ملاقات الكتف الرائعه اخواتي. بهذه نقول لكم الى اللقاء حبيباتي في الفيديو المقبل ان شاء الله. ما تنساوش الجام حبيباتي اللي تخلي قناتكم تفهم في صفحه البحث. مع السلامه.